السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أنس الميموني. معايض اول شيء شكرا لفريق الدعم، الله يبيض وجيهكم. انا الحمد لله اخر فقره صح اللي حقت المقاطع، اي هذا اخر مقطع احنا مسك ابو عايض. احنا كل ما شفنا المقاطع هذه والله العظيم انها ودنا نشتري الايام اللي راحت كلها، لو بخشم ريال نشتريها نرجع لها. لكن عسى الله يجمعنا ويفرقنا يا حي يا قيوم. اللهم امين. انا ان شاء الله لكم مني اني اسعى بعد البرنامج الجمعات اللي زي كذا باذن الله. انا ما راح اطبق نفس النظام ذا، لكن نبي نسعى باذن الله وندي اللي علينا نجتمع زي الاجتماعات هذه باذن الله. الايام مضت، الايام راحت، لكن ما ادري الواحد كيف يعبر، لكن عسى الله يختمها على خير يا حي باذن الله. باذن الله ما تنام عيني يا ابو حاتم. عطى التغريدات. اي يا حبيبي طيب، يقول مناحي الأسلمي صاحب كاريزما وشخصية ثابتة ورزينة مختلف وفارق عن الجميع، أثبت نفسك وأبدعت، وتذكر كل جهد تبذله اليوم في هذه القناة سيصبح ثمرة نجاحك غدا. راح الكثير وتبقت أيام معدودة، فاغترم كل لحظة فيها، اصنع لك ذكرى في كل مكان بالقرية، فخورين فيك. غيمة. أنا والله أني فخور، أنا والله اللي فخور مثل هذا الرسائل، واللي يزيد المفخرة أني كنت عضو من أعضاء أخوان شمة. الله يطوله. بالنسبة للجمهور وكلام الجمهور، أنا طلعت يمكن 87 يوم جد واجتهادي، لكن خلال ما طلعت يومين ورجعت والله أني محمل حمل أكثر من الأيام اللي قضيتها الماضية، رسائل ووصايا وكلام أنه حملوني إياه، وعساني اني باذن الله نهايه المطاف ان شاء الله من 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 مثل ما طلعت وازود باذن الله. باذن الله ونسال الله لنا ولكم التوفيق. بيض الله وجهك يا ابو احمد. التغريده الثانيه. وين مهذل يا اخوان؟ رساله موجهه الى نجمنا مهذل بن مسفر. جعل فالك التوفيق يا ابو مسفر، عز الله انك جملت نفسك وجملتنا يا جمهورك، ثقتنا فيك عالية، ونطلب منك الاستمرارية، وبإذن الله أن بنفرح جميع بعد أخذك للمركز الأول. مسفر بن محمد، ايش حاب تقول أبو مسفر؟ فك الميوت أبو مسفر. الله يطول عمرك. المايك يا ابو مسفر اسلم. اقول اللي قدمت راه مع اخوان شمع وخوتهم، والله انا عندي اهم المراكز انا شفت، لكن المراكز تبقى للجمهور، هذا الشيء الاول. اما يوم يقول جملناك جملتنا يا جمهورك، انا والله اني ما قدمت لهم ولا رديت لهم، من معاريفهم 1%، لكن اسال الله العظيم انه يجملنا عندهم ويقدرنا على رد بعض معاريفهم. اللهم امين. بيض الله وجهك ابو مسفر وتستاهل. اعطونا التغريده. المميز دائما وازع الهشال، ابدع نجمنا وتالق، اعطى بث امس ريالتي روح وطابع اخر، كل ما مسك البث يكون له طابع مختلف من ضحك والقصايد واللعب، نتمنى يستمر على هذا الرتم وما يختفي كثير. داني القحطاني. ابو ناصر وينه؟ ابو ناصر الو وازع تو يمدحونك وازع وينك؟ بيض الله وجيهكم. وازع يستاهل ومبدع ونجم، وازع قلتها اكثر من مره، هو جوكر النسخه رغم صغر سنه الا انه كبرنا قدر، مبدع ابو ناصر. جعل فاله التوفيق. بدري توهم يقولون عطيت روح امس ريالتي وما قصرت، نبيك تستمر. تاخرت صح؟ تقول داني القحطاني ايش حاب تقول؟ الله يطول عمرك ولا يهينش،
يجمل حالش وابشروا ما شفت توكم توكم ابشروا بريال يسوي بروح انام ها زيد الله وشو بروح انام هقول هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو يا بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس أنت وبدع طيلة 87 يوم ومتعت المشاهد دائما هو صاحب الحضور الملفت شكرا على عطائك وبذلك وتميزك استمتعنا طيلة الأيام شكرا لك على جهودك وفالك التوفيق يا نجم الله يطول أعمارهم إن شاء الله ومهما قدمنا لكم ما نوفيكم حقكم احنا نحرص كل الحرص إن شاء الله بدنا نقدم الشيء اللي يليق بالشاشة ويليق بكم يا الجمهور العظيم جدا أسأل الله أن يوفقنا ويجملنا قدامكم ومستمرين ان شاء الله باذن الله ومستمتعين معنا انتم باذن الله طوله الايام الباقيه باذن الله والله يوفقنا واياكم باذن الله بيض الله وجهك ابو عايد وجهك جمهورنا العظيم خلف الشاشات اسمع انجوي ان شاء الله اي بكره احنا دائما تهاوشنا انكم استمتعتوا معنا المنطقه اسم صح الحين اسم محمد بسم الله وصلنا للختام ان شاء الله اني قدمت شيء بسيط من اللي قدمه محمد بن فرح بإذن الله أنكم استمتعتوا معنا يا جمهورنا العظيم والقوي خلف الشاشات لكن قبل ما نختم بقى شيء نهائي اللي هو نفتح الهدايا يقول ألف مبروك رجوعك القرية عمي مناح جيت للرياض